السوبر النهارده بين الاهلي والمصري؟ لا ان شاء الله المصري هيكسب. اتمنى الاهلي يكسب. ان شاء الله الاهلي هيكسب. بص انا كراجل زملكاوي بس بعشق كره الاهلي. الاهلي هيكسب برضه ان شاء الله 3-0. يعني ممكن الاهلي يكسب 2-0. اقتراح اللي هو الاهلي طبعا هو اللي هيكسب بكاس السوبر، وطبعا المصري خلاص يعني باذن الله هنكسبه النهارده في كاس السوبر.